ذلك مسير الداعية إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو على الحق. وذلك لأن الدعوات اليوم كثيرة، ولكنها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث صحيح، صحاه أهل العلم. قل هذه سبيلي، يعني طريقي. الله تبارك وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، يا محمد، قل للناس عامة وللمؤمنين خاصة هذه طريقي وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الطريق الوحيد الحق، وهو الطريق الوحيد الموصل إلى جنة الله تبارك وتعالى وإلى سعادة الدارين الدنيا والآخرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وما أوصاف هذا الطريق الحق الواحد؟ قال أدعو إلى الله، وهنا فوائد. الأولى أنه يدعو إلى الله، أي أنه مخلص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ألا لله الدين الخالص. الثانية، فائدة الثانية، أدعو إلى الله أي لا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى طريقة من الطرق ولا إلى طائفة من الطوائف أبدا، لأن القرآن حكى الله تبارك نهى الله تبارك وتعالى فيه عن جميع الأحزاب والجماعات والطرق أيا كانت. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي طرق وأحزاب وجماعات، لست منهم في شيء، أي لا يجوز لك أن تنتمي إلى أي طريقة أو شيعة من الشيع أو حزب أو جماعة إلى غير ذلك. أدعو إلى الله، الفائدة الثالثة، أي إلى دين الله، ليس إلى البدع ولا إلى الشركيات ولا إلى الخرافات، كما يدعو اليوم غالب علماء الضلال. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الضلال، قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما ينتزع العلم بقبض، أي بموت العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال عليه الصلاة والسلام وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، فهم أئمة وهو إمام، ولكنه إمام في الضلال، وهذا ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. أدعو إلى الله على بصيرة،
والبصيرة هي العلم، وأعظم العلم هو علم التوحيد، لأنه هو معرفة الله سبحانه وتعالى، والعقيدة في الرب جل وعلا، وألا تصرف العبادة لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لصالح أولي أو طالح، وإنما تصرف العبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذي يشرك بالله ويكفر كأن ينادي شيخا ميتا أو يستغيث به وهو في قبره، لا يستطيع الخروج ولا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا على أن يستطيع أن ينفعك أو يضرك. الذي يدعو هذا ويستغيث به فقد أشرك وصار من الكافرين، ولا كرامة له ولا لأحد من المنكرين، لأنه قول الله. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماه الله كافرا من الكافرين، ووصف الله عمله بأنه شرك، فقال تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. واليوم في بلادنا خاصة وغيرها، من يطوف بالقبور ويعتقد فيها النفع والضر، ومن يستغيث بأصحابها زاعمين أنهم أولياء وأنهم صالحون، وكذبوا كذبوا، لأن الصالح والولي لا يدعو الناس إلى عبادة نفسه، إنما هو طاغوت من رؤوس الطواغيت الخمسة، كما قال صاحب الزريبة، هو صاحب قصيدة مصر المؤمنة الباطلة المزعومة، يقول: إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل، هذا هو الكفر وهذا هو الشرك. لأن الله تعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تبارك وتعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. بئس من اتخذ مولا من دون الله تبارك وتعالى، أو اتخذ صديقا أي عشيرا وحميما. قال الله عز وجل: بئس المولى ولبئس العشير في من دعا غير الله وفي من دعي من دون الله ورضي بذلك، لبئس المولى ولبئس العشير. هذه العقيدة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: أدعو إلى الله، يعني إلى توحيد الله. فكل جماعة
رضي من رضي وأبى من أبى في كل العالم. رضي من رضي وأبى من أبى، كل جماعة وكل داعية أو نصب نفسه عالما أو إماما لا يدعو الناس إلى الله، يعني إلى توحيد الله وإلى عدم الشرك بالله، فهذا داعية منهجه باطل، ولو بلغت عمامته عنان السماء فهو على باطل، على باطل، لأن الله تعالى يقول: قل هذه سبيلي، طريق رسول الله، أدعو إلى الله، إلى توحيد الله قبل كل شيء. وليست الدعوة إلى التوحيد هي الكلام في التوحيد بالعمومات، توحيد عالم جميل وأمر ظريف ذي الكنافة، لكن التوحيد أن تفصل وأن تبين. ويلزمك أن إذا تكلمت في التوحيد أن تتكلم في الشرك، يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فلم يكتفي بالأمر بالتوحيد في قوله يعبدوه، وإنما قال ولا يشركوا به شيئا. وقال الله تعالى: واعبدوا الله، هذا هو التوحيد، ولا تشركوا به شيئا، هذا هو النهي عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا هو التوحيد، واجتنبوا الطاغوت، هذا هو النهي عن الشرك. فلا بد أن تجمع بين الأمرين، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. قال العلامة الفوزان حفظه الله: ولا يجوز في الدعوة إلى التوحيد الكلام بالعمومات، توحيد أمر جميل وأمر فريد وحق الله، لا بد، قال، أن تفصل الشرك. من دعا القبر فقد أشرك، من ذبح للأولياء فقد كفر وأشرك، ومعظم المدايح الموجودة اليوم شركية، كما قال صاحب مصر المؤمنة: بناديهم في كل قضية، بناديهم في الليل الهادي، بنادي سيادي جملة وفرادي، كلام البرعي وكلام باطل، بل هو شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. في قناة النيل الأزرق جايبين أولاد الكباش، ما يزهروا الجماعة، جايبين أولاد الكباشي، قال من كرامات أبونا، أو دي حضرك لاسع أصوها، لا تمشي بعيد، فيديو صورة وصوت من جوا قناة النيل الأزرق، شعار الغنزات وشو معلق فوق، قال من كرامات أبونا الكباشي أنه إذا قال للشيء كن فيكون، يعني هو من يدعي ويزعم هذا المجرم الطاغوت أنه هو الله سبحانه وتعالى. هل يجوز تزور زول زي ده وتتغدى معه ولا تتعشى معه؟ قال أنه إذا قال للشيء كن فيكون، والله ده كلام عجيب. وفي نفس الوقت هم يزعموا إنهم إذا قالوا للشيء كن فيكون، لما نتكلم فيهم الكلام ده بيقعد عندهم موضة جديدة وهمة كده في شكل قلبه، يمشي يفتح فينا بلاغات ويشكونا في المحاكم. يا أخي أنت بتقول للشيء كن فيكون، قول له كون زلابية، كون أي حاجة، فلفل، صح ولا ما صح؟ أقربنا أي حاجة، يمشي يشتكي عند القاضي وأربعة محامين وراجين الجلسة، ولما حكموها ضدهم قالوا: والله يا أخي حنعمل استئناف. استئناف لمنو يا ناس؟ أنتوا بتقولوا للشيء كن فيكون كما تزعمون يا مجرمون، استئناف بتاع شنو؟ بعدين قالوا بيعلموا الغيب، أنتوا بتعلموا الغيب؟ طيب القضايا دي ما عرفوا حطت ما علمتوا في الغيب إنها بتطلع براءة، ليه تعبتوا وجبتوا محامين وكم طاشر مليون وأتعاب القضية وإلى آخره،
انتم بتعلموا الغيب صح هاي؟ طيب ما في داعي تفتحوا قضيه لو انتم علمتوا الغيب انها حتطلع ضدكم. منطق ولا ما منطق؟ لكن دول دجالين دجاجله مجرمون. ولكن انا لا اتعجب من هؤلاء لانهم اختاروا طريقهم، وانما اتعجب من كثير او من اغلب المنتسبين الى السنه بل الى العلم والعلماء لا يتكلمون في هذه الامور ابدا ابدا. دكتور فلان خريج الجامعه الفلانيه يجي انت موضوعك شنو؟ والله انا بشرح لكم كذا من مصطلح الحديث او محاضره عن حبوب منع الحمل والله زيده، وعن الطب البيطري زيده، موانع الحمل دكتور 20 سنه بيقرا قال في كتب اهل العلم وزكى فلان وزكى فلان لحد ما وصلوا لنا هنا، ولا يتكلم في العقيده لا من قريب ولا من بعيد. ماذا يستفيد الإسلام من هذا؟ في بعض الناس عيانين مرضانين لك شفته طعن في شيوخنا يا ودي انت صوفي؟ نحن عندنا قول الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا منه إلا صاحب القبر النبي عليه الصلاة والسلام. وانت الله ما تدخشه ما ترد، لو كلامنا باطل ما داروا اجتماعات وتقيف في وين وببرة وجابوا شنو جابني الله. لكن رد رد بالكتاب والسنة، قول الكلام الواضح في التوحيد والرد على أهل الشرك وعلى الذين ينشرون التصوف في هذه البلاد وغيرها، قول الكلام ده باطل. تعال وري الناس ده دين الله، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، هذا منهجنا وهذه عقيدتنا وهذا هو طريق الأنبياء والرسل وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي أعلى درجات العلم، وفي قولي أدعو إلى الله رد على جميع أهل البدع، لأن شيوخ أهل البدع لا يدعون إلى الله وإنما يدعون إلى بدعهم ويدعون إلى أحزابهم وجماعاتهم وطرقهم، ولا يدعون الناس إلى الله أبدا. أما دي في إعلانات لافة، العريفي قال يزور السودان من شرار أهل البدع على وجه الأرض، وكلام بعلم مش هيجيب البتاع ده. نمرة واحد يدعو إلى الخروج على الحكام. بديك سؤال في النهاية إن شاء الله، بديك رد إن شاء الله. كفايه خلاص. لا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.